الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، أما هذه دورة مش استئمان، يدل على نجاحها فيما أنا نفسي حضرته فيها يوم واحد كامل. من أول دورة يبدأ بالتركيز على ما هو هدف في حياتنا وكيف نحصل في هذا الهدف وما هو القواعد التي نتمسك فيه حتى لا نكون في غير على صراط المستقيم. فهذه ميشن ستيتمنت كلها يعني كل متضمن في كلمة الشهادة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حقيقة هذا كله من الإسلام، إلا أننا ما كنا نفكر في هذا الموضوع بالتركيز، ولكن ما شاء الله بهذه الدورة يفتح عقولنا وفكرتنا وكيف نحن نمشي في هذه الحياة. لابد من الهدف، ولهذا الهدف الأقصى والأعلى وهو أن نكون عبدا لله، فهو هدف المسلمين فعلا. أما الباقي وهو يكون آلات يوصلنا إلى هذا الهدف السليم والهدف الغالي. فأنا أرحب جميع الأخوة المسلمين أن يشترك في هذه الدورة حتى نحن نشعر بحقيقة هدفنا في هذه الحياة، وما ذلك إلا مثل ما قال الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.